تقدر تستخدمه الاثنين مع بعض، عرفت؟ تحبي تستخدمه بنفس الاسبوعين مع بعض او تستخدمي واحد وبعدين تريحي اسبوع، يعني اسبوعين تريحي واحد وبعدين تردي مره ثانيه الاسبوع الثاني، عرفتي علي؟ خلينا نوضح اول شيء. يعني قوالب وما زين. الحين احنا خلصنا من مني انا، حلو، خذينا القوالب وبنشيل هذيل بنقطهم بنركب من اول يديد، صحيح، وبنبرد بردهم، والشغل راح يكون بعد اسبوع 10 ايام، صحيح. صح؟ صحيح. الحين عندنا حاله ثانيه اللي هي تبييض. بالنسبه لمنى بنسوي لها وكل شيء، بس اللون الصفار دكتور نفسها. لحظة دكتور قاعد تقول اسنانها حلوة وكذي وهذا، يعني شنو والله بس. هي اسنانها احسن من بعض الناس يعني، عرفت علي؟ المهم يعني بس تبييض شوي، عرفت علي؟ بس ناقصة شوية تبييض، حرام يكون فيها برد لان يعني اسنان شوي سليمة. راح نعالجها ان شاء الله بس بالتبييض، عرفت علي؟ بحيث انها تصير كانها مسوية هوليود سمايل بس من غير هوليود، عرفت علي؟ وبشكل عام صفتهم حلوين ما شاء الله، يعني تبارك الله، عرفت علي؟ ضل عندها بس حشوة مؤقتة، نشيلها نحط الحشوة الدائمة وبيكون اسنانك بيرفكت ان شاء الله. عندنا ثلاث انواع تبييض، اللي هو التبييض المنزلي والسريع والليزر. طبعا التبييض السريع التبييض السريع راح يكون احسن.